هذا التقرير الجميل من إحدى قرانا الجميلة بالساحل وحتى أيضا بغير الساحل في قرى جميلة. نقول الله على هالصوت الجميل، ما شاء الله هالصوت، وباريتنا هدول بيحملوا تراثنا وبتحسون هن الخزان أو الخزينة موجودة كلها عندهم. كتير حلوة القعدة معهم بعدهم، هاي الأحاديث والقصص الخاصة فيهم، تحسي إنك أنت بمكان آخر ومستمتعة جدا بأحاديثهم. ويمكن عودة معرض دمشق الدولي هي كمان شيء يعيد الذكريات وبيعيد هاي الحالة من الحنين والشوق. طبعا نحن مشاهدينا بتفاصيل أكثر، وخاصة أنه نحن موجودين برحاب معرض دمشق الدولي، حيكون لنا العديد من الوقفات، وأكثر الوقفات هي اليوم يمكن مخصصة لنحكيها فيما يتعلق بالتراث وبالحرفيين. وللحرفيين حقيقة حضور بارز بمعرض دمشق الدولي مشاهدينا عبر صناعات حملة الهوية السورية الحرفية بكل إتقان، هي الحرف اللي بسعى اتحاد الحرفيين لحمايتها والحفاظ على استمراريتها. أكيد للحديث أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا نرحب بالأستاذ خلدون مسوتي رئيس المكتب الاقتصادي والإداري لمجلس شيوخ الكار المركزي. صباح الخير أستاذ خلدون. صباح النور.